بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بما قدمت يداك. ذلك أي خزي الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة. ذلك لا ظلما منا لك، ولكن أنت الذي ظلمت نفسك. ليه؟ ما ظلمناهم ولكن كانوا هم اللي ظلموها. طيب، وهل أخذناهم قبل أن نجرم هذا الفعل؟ لأن أصلك لما تيجي تاخد واحد، إذا أخذت واحدا بذنب ما تقول مش أنت عملت كده فأنا هعاقبك عليه، إلا إذا كنت قبل ذلك نبهته إلى أن هذا ذنب عقوبته كذا. لازم تقول، لازم قبل ما تعاقب تقول ده عمل جريمة، وقبل ما تعملها جريمة لازم تكون معلمه قبلها إن دي جريمة. انما واحد يعمل اي حاجه كده وبعدين تيجي تاخده وتقول له انا عاجبك لانك عملت الشيء الفلاني، يقول لك طب ودي فيها ايه؟ انت قلت لي ان دي جريمه وانا اقترأت عليها، ما حصلش. يبقى اذا، ولذلك عندكم في القانون يقول لك ايه؟ لا عقوبه الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص. لازم ينص على ان دي جريمه. احنا قلنا لكم الاول ان اللي يعمل كده يبقى ظالم. يبقى اذا احنا ما خدناكوش على غماكم، فجرمنا ونصصنا على التجريم وابلغناكم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. خلاص، احنا قلنا اللي عندنا. ذلك بما قدمت يداك. قدمت يداك هي الذنوب كلها تخدم يد بس؟ اما قال لك الذنوب اما اقوال واما افعال، واما عقد في القلوب كده ما ظهرش الا كده ولا كده، اما نفاق مثلا. لكن الأشياء في غالب حركاتها تزاول بالإيه؟ بالأي. نعم. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أن الله ليس بظلام، فيه ظالم. لما تيجي واحد ظلم تقول هو إيه؟ ظالم. ما بتقولش هو ظلام، هو إيه؟ ظلم فهو ظالم. قال لك لا، في الفعل يبقى واحد، ولكن اللي تأخذه من الفعل أشياء، في مرة وصف عادي ومرة وصف مبالغة ومرة إيه. ولذلك احنا قلنا فرق بين كذا وكذا أي فرقا، وفرق بين كذا وكذا فرقانا. الله، يبقى إذن الفعل يبقى واحد، لكن ما ينشأ عنه ينشأ عنه إيه أشياء. احنا قلنا مثلا أكل فلان، هات الوصف منه وفلان إيه؟ آكل بس، لا آكل بس، يبقى آكل فلان، يبقى فلان إيه؟ آكل. إذا الوصف، إذا بقى إن كان مبالغ في الأكل نقول إيه؟ أكال. أم ده فلان ده أكال، ولا فلان ده أكول. طب بتبالغ إزاي؟ قال لك المبالغة إما أن تكون في الفعل ما بيتكررش، إنما المرة الواحدة فيه مبالغ فيها، زي ما قلنا اللي بياكل الانسان يعني كده عاده ياكل رغيف، وواحد ياكل بلقه الطاقه خمس رغيف، نبقى نقول ايه بقى؟ تاكد. انما هو بياكل ثلاث طاقات برضه يقول عليه ايه؟ لانه بالغ في الحدث الواحد، وهو برضه بياكل رغيف يبقى ما بالغش في الحدث، بس بدل ما بياكل ثلاث مرات كالخمسه، كل شويه يجوعوا ياكلوا رغيف، كل شويه يجوعوا ياكلوا رغيف، كل شويه يجوعوا، يبقى برضه أكل ولا مش أكل؟ بس أكل بإيه؟ بتكرار الحدث. الحدث ثلاث مرات فطار وغدا، هو كرره كذا مرة. مفهوم؟ طيب، أو الحدث هو بس يبالغ إيه؟ يبالغ فيه، كل طاقة كل خمس ترغيف، ترغيف 10 ترغيف. إنما الثاني عمل إيه؟ كرر الإيه؟ يبقى إذا المبالغة تأتي، إما مبالغة في الحدث الواحد بأن يزيد فيه فوق المعتاد، أو مبالغة في تكرير الحدث وإن لم يزد فيه فوق المعتاد. يبقى المعتاد في الأكل كمية، خلاص؟
والمعتاد في الاكل ايه؟ عدد. العدد يعني ثلاثة، افطار وغدا وايه، فان زود يبقى ليه كرر كتير. وان كان الفطار وغدا له كمية محدودة معروفة قد كده، كانوا زمان يقدروها بالرغيف المعتاد. انما بقى لما الرغيف بقى حصل كده، الواحد بيطبق له في رغيفين ولا ثلاثة، بدليل ان في ناس مثلا وبعدين عاملين رغيف ايه، رغيف كبير شوية. هو ده. فيجي ايه يبقى طيب، صيغة المبالغة اذا جاءت في الاثبات واذا جاءت في النفي. قال لك لها معنى في الاثبات ولها معنى في النفي. فإذا قلت فلان أكال أو أكون، أثبتت المبالغة، أثبتها ولا نفيتها؟ يبقى يثبت الأصل من باب أولى. يبقى لما نقول أكال وأكون يبقى آكل من باب أولى. إذا كان بياكل كتير ده يبقى آكل ولا لا؟ ده هو آكل وآكل ويا بعضه. يبقى إذا أثبتت صيغة المبالغة يبقى أثبتت الأصل من باب أولى على الأول. طب واذا نفت صفة المبالغة؟ مش لازم تنفي الاصل، مش لازم ما تنفيش الاصل. فلان ليس باكون انما اكل. يبقى اذا اثبتت المبالغة يبقى ثبت الاصل من باب اولى. لكن اذا نفيت المبالغة يبقى مش لازم تنفي الاصل. طيب ربنا هنا بيقول ايه؟ وما ربك بظلام. ظلام دي مبالغة في مين؟ في ظالم. هو نفاها ولا اثبتها؟ طب ما دام نفاها ليس بظلام يبقى ايه؟ يبقى يثبت انه ظالم. ادي الكلام نقوله لا، ما هو الظالم ده الظلم منفي، بدليل انه جاء مرة بالفعل مجرد على المبالغة. ولا يظلم ربك، خلاص. وما ظلمنا يبقى جاب الاصل. يبقى اذا القاعدة هي ان المبالغة اما ان تكون مبالغة في الحدث في ذاته والمرات هي هي، واما ان تكون المبالغة في عدد المرات والحدث هو هو. خلاص. بعد اذا نفيت المبالغة يبقى مش معنى ان ذلك ان الاصل من تقول فلان ليس بعلامة، انما ايه ما نفتش انه عالم. يبقى اذا نفت المبالغه إيه؟ يبقى ما يلزمش انك تنفي انه ايه، انه عالم. فلان ليس باكول، يبقى ما نفتش انه اكل. لكن اذا كنت تثبت المبالغه يبقى يثبت الاصل من باب اولى، لان الاصل اقل من المبالغه. فاذا ثبتت المبالغه يبقى على هذا الضوء عايزين نشوف النص. وما ربك بظلام، ظلام مبالغه والله نفاها. يبقى ما دام نفى المبالغه يبقى ما نفاش الاصل، يبقى على هذا يبقى ظالم والعياذ بالله. مش معنى كده نقول له لا، هو قال وما ربك بظالم للعبد، بظلام للعبد، ده بيقول بظالم للعبيد مش ظلام للعبيد. لان لما يكون العبيد دول كلهم كل واحد هيظلمه ظلم يبقى كررنا الحدث ولا لا؟ يبقى ظلام، لان المظلومين هيبقوا عبيد مش عبد واحد، يبقى ظلام بالنسبة لايه؟ لتكرار الحدث. طب والظلم ده ايه؟ ان قوي يجي على ضعيف وياخد حقه، يبقى الظلم رحم القوة والقدرة. فاذا اراد الله ان يظلم يبقى ظالم ولا ظلام؟ بقدرته ده يبقى ظلام. وان كان الظلم على القدرة يبقى ربنا ما حدش يستعمل انه ايه؟ انه يظلمه. يبقى اذا النص مشي ولا ما مشيش؟ ذلك بما قدمت يداك، وان الله ليس بظلام للعبيد. ليه مش بظلام للعبيد؟ لاننا جرمنا الفعل ووضعنا عقوبة عليه، وما كنا معذبين حتى نبعث ايه رسولا. وما عندوش حاجة يقول لك انا عملت النهاردة مش اثر راجعي. يقول له لا، ده من الاول كده. ومن الناس من يعبد الله على حرف. معنى يا عبادة الله ان تطيعه فيما امر وان تجتنب عما نهى، هذه العبادة. في واحد يعمل كده، بس اذا عمل كده
وفيه خير دايم له كده يبقى مبسوط، انما ان جات له حاجه من الشر كده ومش عارف ايه ينقلب على وجهه. يقول له لا، ربنا عايز اللي يقبل على العباده يقبل عليها على انها قد تكون فتنه لك، فلازم تبقى انسان في ايمانك ايه ثابت. الاحساس والمش عارف ما تهزش ايمانك بربك. ليه؟ انك ما امنت بالله الا لانك علمت انه حكيم وانه عادل وانه قادر وانه قهار. يبقى ما دام عرفت كده يبقى اللي يجري عليك لازم تاخده في ضوء هذه الصفات وتستحمل. فأفقرك لازم لها حكمه. ليه؟ ام قال لك يمكن مش ليك انت، يمكن لاولادك، اولادك مش عايزين ينشأوا في النعمه يبوظوا، فربنا خلاك يا دوب عمال تجيب لهم وتاكلوا ومش عايز، يا دوب ومش عايز تفقى. اما كلا ان الانسان لا يطغى رأوه استغنى ونبلوكم بالشر والخير ايه فتنة. فلازم تعرف دي. يبقى اذا تدخل على الايمان وانت مؤمن بحكمة ربك في كل ما يجريه، سواء كان نعيما او بؤسا. نعيم اذا انت طبعا تبقى مبسوط مع نفسك مبسوط، بؤس يبقى تقول لازم له حكمة. عيت والله ما مش عارف ان عيت وقعدت في البيت ليه، ايه اللي هيحصل بره ربنا عاشنا عنه، ايه اللي خلى العيال يتلخموا البيت كله يتلخم في مرضي ويترزق ما يمكن. ولذلك شوف كنا عملنا احصاء في بلادنا، يعني البيت دي فيه فلان وفلان اولاد فلان، واحد ماشي كويس وسلوكه حلو قوي، واحد منحرف، اهل البيئه واحد والاب واحد والمؤمن وكله وفي مدرسه كل حاجه. شو انا عارف ده كده الناس العقله بقى اللي كان فيه ناس عقله كتير حكماء من الريف، يقول لك شوف بقى بلك الواد ده مهد ليه؟ اصل القطعه اللي كانت فيها تكوين الخلق، الواد ده صغير ابوه كان حصل له كذا كذا وقعد 6 سنين قاعد مريض في البيت. ساعة يعني 6 سنين ابوه قاعد مريض في البيت، طبعا لا فرقه وابوه مريض مش هيقعد يفكر بقى يطلع يفلكح ولا بتاع قاعد. والولد ده ابوه كان ياما بيتاجر في القطن وجاب بقى ايه فلوسه بقى يغدق. يبقى اذا قد يكون الامر سبب هدايه الايه النشأة اللي عندك. انت يمكن ما تضغطش، انما اللي حواليك يمكن ايه يمكن يدخل. فتلاقي كل واحد مع انهم الايه من بيئه واحده، من اب واحد وام واحده وفي بيت واحد، وبعد ذلك في واحد تاني يجي يقول لك يا اخي الولد ده مستقيم وبينجح كل سنه، والولد التاني مش عارف مثلا، تقول لك اصل الولد ده صحته ضعيفه ولا بيقدرش مش عارف ايه، فما فيش الا له قاعد يقرا الكتب والبتاع، انما دوكا ايه متعطش وتمل بيجري وبيروح. الله، يبقى سيره المرض وسيره مش عارف ايه مخلين الولد ايه. في واحد مثلا مش عارف برضه، شفنا ناس وجدنا ولد كان وسيم شويه كده والتاني ولد قبيح كان يعني يسموه عندكم تعرفوش حاجه عليكم اشرم اشرم كده، وده اللي ماشي وناجح كويس ومش عارف ايه، وده بتاع ده كموديل بقى مش عارف، وده غلبان مش عارف، اما كانش يبقى في خصله كويسه ولا مجتهد هينضرب بالجزمه ومش عارف. الله، اذا فالابتلاءات لها ايه؟ لها مغازي. ما دام نشأ من حكيم، ما دام مش جايه منك انت وجايه من ربك فوقك كده، قدر جرى عليك مش جريته انت على نفسك، لا، يبقى لازم له حكمه. فاللي بيعبد ربنا هذه بيعبد على اساس انه اله حكيم بيبتلي بالخير وبالايه وبالشر، وبعد ذلك يقبض النعمة عن واحد لان لها فيه ما ايه مصلحة، يبسط الرزق لمن يشاء وايه ويقدر. الله، تبقى مدام كده يبقى يفضل ايمانه ايه قوي. في واحد تاني من يعبد الله على ايه؟ ما هو الحرف؟ الحرف ده لازم تفهم منه الطرف. دي واحد يدخل يلاقي جماعة كده وان يقعد على الحرف في الاخر كده، الطرف ده ما يبقاش فيه تمكن عادة. يعني ناس جم على رصيف ولا على بتاع ده ضرب زين كده وقعدوا وبعدين واحد ما لقاش الا حتة على الايه؟ حتة على الحرف يا الطرف. يبقى قاعد انا قاعدة مش ايه؟ متمكنة، يمكن بس اي واحد حرك كده ايه؟ يعني اهو في واحد هيعبد الله بس على حرف مش متمكن من ايمانه. لما يسيبه خير يبقى مبسوط، يا ده الايمان ده حيل، تشوف الاستقامة عملت ايه مش عارف ايه، وبعدين ان جات له حاجة ايه انا مش عارف انا ومن الناس من يعبد الله على ايه عبادة غير متمكنة باليقين، اللي يصدر عن الانسان المؤمن بإله حكيم
يجري على عبده الخير له. لكن الثاني على حرف، ان جاله خير وان جاله شر انقلب على وجهه. ومن الناس من يأسف، ما سابش ولا حاجة من هواجس النفس البشرية. ومن الناس من يعبد الله على حرف. انت عارفين شفى كرة الهام فانهار به. نعم. فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجهه. شوف بقى، اصابه خير، يا انت ما تقولش اصابت الخير، انت ده الخير هو اللي جاي له. اصابه الخير، يبقى انت مش اللي تبحث عنه. ولذلك يرزقهم من حيث لا تحتسب، لان انت لما تروح لخير تبقى احتسبت ورايح على مش عارف ايه، وبعدين يجي لك من حته تانية، يبقى الخير هو اللي بيدور عليك. ولذلك يقول لك ايه، رزقك بمكانك اعلم منك بمكانه. يعني الرزق عارف عنوانك، انت ما انتش عارف عنوانك، يمكن تروح لحته مش عنوان الرزق، ما تترزقش منها. لما جم في المكان قال لك يا سلام، المطر نزل والغله ايه مش عارف، وهنعمل وناخد غله قد كده ونصدر قد كده ومش عارف ايه قد كده، وبعدين جه في ساعه مش عارف ايه جالها شويه ريحه مم ضيعتها خلاص. بعد ما كانوا بيقولوا هندي للناس ياكلوا، مدوا ايدهم لناس ياكلوهم. يبقى رزقك بمكانك اعلم منك بمكانك، يعني فسرها بقى كده، رزقك عارف عنوانك، ما تتعبش نفسك. ابن أزينة كان شاعر وقعد في المدينة، والحالة بتاعته بقت شديدة. قال انت خليك صحبة بهشام بن عبد الملك الخليفة، وروح للشام ايه علشان يعني يديك من خير الخلافة، يعني ما تروح كده يديك هدايا والطاف ومش عارف ايه. فكان له رايح، قالوا هو ابن أزينة موجود، قالوا اتفضل اهلا وسهلا. فلما سألوا قال له حالتي مش عارف ايه بتاع، وهم كانوا علماء وبعض. قال له يا عروة، ألست القائد؟ الشعر بتاعه يعني، لقد علمت وما الإسراف من خلقي، أما الذي هو رزقي سوف يأتيني. مش أنت اللي قلت لي؟ طب إيه اللي خلاك تيجي لحد هنا بقى؟ فماذا قال؟ كسر خاطره. قال له جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ذكرت مني ناسيا ونبهت مني غافلا. وراح منصرف وخارج. فلما خرج طلع على ارجع لل هشام، قعد بينه وبين نفسه، الرجل جاءك من كذا وكذا وضرب اكباد الابل قد كده، وجاي لك يبغي خيرك، تقوم انت تقول بالشكل يعني ما انبى نفسه. فجاب الرسول من رسله وحمله الهدايا الكثيره، وقال له خلي الركب ده يلحق ايه ابن أزينة في الطريق، يمشي الركب كل ما يروح في المحطه يقول له والله ده كان هنا ومشي بقاله قد كده. كل ما يروح محطه يلاقيه مشي، الى ان ذهب الى مكانه. التفت على الباب يطرق عليه فقده، فقال له انا رسول امير المؤمنين، وامير المؤمنين بعد ان ذهبت يعني انبى نفسه على انه وقف منك هذا الموقف وارسل اليك هذه الهدايا. قال له خليه يكمل، اسعى له للرزق يعني، فيعنيني تطلبه، ولو قعدت اتاني لا يعنيني. يبقى كمل البيت ولا ما كملش؟ يبقى كمل البيت. الله اكبر يا مولانا، الله اكبر يا مولانا، ما شاء الله يا نور النور. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير يبقى هو اللي يجيله، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه. ما قالش وان اصابه، كان يقابل الخير ايه؟ شر. اما قال لك ده هي فتنه قد تنجح فيه، تقدر تخليها خير برضه. وان اصابته فتنه، اختبار وابتلاء، انقلب على وجهه. يعني عكس الامر، بعد ما كان عابد يطلع بيهم. خسر الدنيا والاخره. ما هو اصله ايه؟ اصابته فتنه وما نجحش، يبقى خسر دنيا ولا لا؟ وخسر ان عبادته انقذت، معلش تنفع. ذلك هو الخسران المبين.
في خسران مش مبين اللي يعوض، يقول لك في عوض، انما الخسران المبين اللي يطوق الواحد يبقى خسر الدنيا وخسر الايه. انما لما يخسر الايه الدنيا يمكن يكسب بالصبر والرضا يكسب الايه. ولذلك يعني مثلا بنقول ان مثلا يموت لها ولد عزيز عليها وواحدها وعاملين عليها الدنيا مناخ، نقول له والله ان كان حبيب عندكم بيعوه غالي خدوا به الجنه وارضوا، والا تبقوا خسرتوا به دنياكم وتخسروا به ايه؟ لا خسرنا دنيانا نكسب اخرانا بقى بالصبر والاجر والسلام. نعم. فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه اي لم يكن شر، لان الفتنه عرضه انها تقبل فيكون خيرا ايضا. يبقى كل اللي يصيبه ايه؟ عجبا للمؤمن كله ايه؟ امره خير. ان اصابه خير يبقى شكر، وان اصابه تاني غير الخير يبقى ايه؟ سبب. نعم. ولذلك الناس المتمكنين بيقول له كيف حال الزهاد فيكم في بلادكم؟ قال له ان اصابنا خير شكرنا، وان اصابنا شر صبرنا، لذلك حال الكلاب في بلد. قالوا دي ايه حال الكلاب الخاص؟ قالوا احنا بقى ان اصابنا خير اثرنا، وان اصابنا شر شكرنا. هذا الكلام اللي عندنا، وهم كانوا يقعدوا مع بعض يتعلموا مع بعض. يعملوا يعني يعملوا ليه؟ مش بانهم بيتباهم، ما هو اصل في شيء اسمه باهاء، انا بدي اتباهى عليكم وانت تتباهى علي، انما انا شايفك سالك طريق الله وانا برضو متهوم ومحسوب على طريق الله. اكمل لي دقت حلاوه عندك اقول لك ايه، اوعى تفتكر ان دي الغايه، ده في منازل اعلى الجدع عن كده ويتلحلح. يوم يقعد مثلا يقول له اهو، ما يقول له يقول له اتشتاق الى ربك؟ قال لا. قال له الا تشتاق الى الله؟ قال له لا ما اشتاقش. قال له استعجل. قال له انما يشتاق لغائب. الله ومتى غاب حتى اشتاق؟ يبقى بقول له يا اخويا ما تاخدش ما تقفش على العتبه بتاعت الفتح، ده في مراقي تانية. يبقى مش بيقولها له عشان يتعالى عليه، ده بيقولها له عشان يتعالى يبقى زيه. شوف الفرق بين ايه؟ بين الاثنين. وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران الايه؟ المبين المحيط اللي ما فيش يعني المحيط هو مطوعه. يدعو من دون الله ما لا يضر، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه. يضره وينفعه؟ والله يا اخي ده اللي ده يضره لانه مش بيروح بسبب النار. قال لك ده مش هو اللي ضر، ده اللي ضر اللي كان هو بيعانده. هو بيعاند الربوبيه، بيعاند. يبقى مش ضر هو وداه النار، مش هو اللي ودى النار، ده المجازي هو اللي ودى النار، انما الصنم هو ما ضرش. طيب قال لك لا، يدعو من دونه ما لا يضره ان لم يعبده وما لا ينفعه ان عبده. يبقى حاجه ايه؟ هذا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ما لا يضره ان امتنع عن عبادته وما لا ينفعه ان عبده، ذلك هو الضلال البعيد. الله. طب انت تطيع مين؟ انت تطيع اللي هو بينفعك في اي حاجه او يقدر يضرك في اي حاجه، تبقى تطيع. واجعل طاعتك لمن لا ايه تستغني عنه، مش قلنا كده الانسان؟ ولذلك دي لو انهم في النظام التربوي لقنوها للابناء ما كانش فيه واحد بره يغري ولد بالفساد، يقول له تعالى نلعب قمار، تعالى نشرب خمره، تعالى نشم، تعالى ولد يغري ولد من بره، يقول لا ده انا ما شفتش ده لما بقيت جدع كده وصاحبي، انما ابويا وامي اللي عمالين من صغري عمالين ان كنت بشق بيمسحوني وان كنت بجوع بياكلوني وبيلبسوني وهم اللي مش عارف بيعملوا ايه، ان كنت سامع توجيه حد اسمع توجيه مين؟ توجيه ابويا وامي اللي ايه؟ اللي نفعوني لمعي هم اللي يقفوا لي، انما نسمع توجيه واحد ما عرفنيش الا شاب كده كويس ومش عارف ايه،
يبقى لازم دي تطعم بقى العيال يا ولد. مين اللي بينفعك؟ ابويا وامي هم اللي بيعملوا لي كذا وكذا وكذا وكذا. وطب ولما تعي هم اللي يسافروا عليا ويجيبوا لي على الطبيب ويقعدوا مش عارف ايه. مين اللي بيجيب لك لما تشتري لك ساعه يجيب لك حاجه تدفيه؟ يبقى الله، يبقى دول هم اللي نافعين. يبقى اوعى إيه تأتمر بغير امر من ينفعك، انما تطلع بره تفقر. يجي واحد يغريك بالبتاع وهو ملوش دعوه ولا بخيرك ولا بشرك، فلازم دي تطعم منها العيال، عشان لما يجي واحد يقول له مثلا عايز يسخر منه ولا يطوعوش. يطوع يطوع مين؟ يطوع ابوه وامه. يدعو من دون الله ما لا يضره. شوف دائما الضر والنفع، يجيب الضر الاول. ليه؟ لان ضر المفسده مقدم على جلب المصلحه، لان المفسده خروج الشيء عن استقامه تكوينه. النفع يجيب لي حاجه زي دي، انما المضر هياخد ينقصني حاجه. فقال احسن ان يكون لا انقص ولا زيد. فلما تيجي في شيء مفسده وشيء فيه خير نقدم الايه؟ ندفعه ونشتغل بايه؟ درء المفسده. انا قلت زمان اب ان انسانا معاه تفاحه وهيحذفها لك، وواحد تاني معاه حجر وبده يزقلك بيه، والاثنين ايه؟ وجهوا البتاع كده. بالله تاخد التفاحه وتسيب الحجر؟ لا، قبل حاجه اشوف الحجر. يبقى اسمها درء الايه؟ درء المفسده، مقدم على ايه؟ على جلب المصلحه. يدعو لمن ضره اقرب من نفعه. طب هو قال لا يضر ولا ينفع؟ قال لي والله بالمكاس حتى، يبقى هو الضرر هيكون سبب في ان اروح النار. يبقى بقى السببيه فيه ولا لا؟ اقرب من نفع، كلمه اقرب من نفع دي. طيب لا يا، والى لقاء اخر ان شاء الله.